الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا وينقل لحفتر دعم رئيس السيسي لجهود الجيش الليبي. المخابرات المصرية تتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي من الجيش الوطني الليبي. السادسة مساء بالقاهرة، رابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم المخابرات المصرية الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي من الجيش الوطني الليبي. وكتب الرئيس على حسابه بموقع تويتر: تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه، موجها تحية وسلاما على كل من كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم. وشدد الرئيس على أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. قام رئيس المخابرات العامة لواء عباس كامل بزيارة إلى دولة ليبيا، حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونقل لواء عباس كامل تحيات ودعم رئيس عبد الفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وقد أجريت أثناء زيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات والمشير خليفة حفتر، تناول العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها. وأطلع قائد الجيش الليبي رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد على قوة العلاقات بين البلدين. تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي وفقا لاتفاقية القضاء التعاوني الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا. وترأس عشماوي أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة الليبية، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية دامية بدولتي مصر وليبيا. وقام الجيش الليبي بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة. وسط إجراءات أمنية مشددة، تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء أبو المعاطي، ما يمثل إنجازا كبيرا يضاف إلى دولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ونهاية لأحد أخطر الإرهابيين في شمال إفريقيا والمنطقة. والجيش والشرطة الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب على مدى السنوات الماضية، مصر تسدد ضربة قاسمة للإرهاب بتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء أبو المعاطي من السلطات الليبية. ردود أفعال الشارع المصري بعد هذا النجاح ثمنت دور القيادة السياسية والمخابرات العامة في استرداد عشماوي وأبو المعاطي. احنا بنشكر المخابرات المصرية وبنشكر المخابرات الليبية وكل والسيد خليفة حفتر على المجهودات اللي قاموا بها لمصر، عشان حتى دم الشهداء والناس قلوبها تبرد حتى واللي هم عملوه يعني. وكابتن خالد الجيش المصري ان هو بيسعى وبيحمي
الشعب المصري، وربنا يا رب يوفقه ويقدم له كل خير يا رب وينصره. المواطنون أكدوا أن القبض على الإرهابيين أثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن القيادة السياسية لم ولن تتهاون على الإطلاق في حق الشهداء والقصاص ممن ارتكب أي جريمة بحق الوطن. لازم يبقى في رد، ورد قوي، ومفيش احلى من الرد اللي حصل. يعني كلنا كنا حاسين بفخر، المشهد هو بيتذاع مباشر، حتى المذيع هو داخل على هشام وبيقول له اهلا بيك في مصر. مدى القوه اللي كانت واضحه قدام عينينا كلها بتقول ان احنا رجعنا تاني لينا سيطره على كل اطراف الدوله. الشارع المصري عبر عن سعادته بخبر القبض على عشماوي وابو المعاطي، مؤكدا ضروره تطهير البلاد من العناصر الارهابيه. المواطن المصري والشباب والعسكري اللي على الجبهة والعسكري اللي بيحمي البلد اذا كان جوه او بره على الحدود او في داخل البلد، كله فرحان بان واحد زي كده يرجع يتقبض عليه تاني. نبأ تسلم عشماوي المتورط في العديد من العمليات الإرهابية الضخمة نزل بردا وسلاما على صدور المواطنين مطالبين بتطبيق القصاص العادل عليه. هو مشهد بيدل على حاجة في الشعب المصري وفي قياداته، ان حق الشهداء مش هيضيع، هيتجاب، هي مسألة وقت. مشاعر فخر واعتزاز اكتست بها وجوه مواطنين بعد نبأ تسلم هشام عشماوي رأس أفعى الإرهاب التي تحاول بث سمومها في وطننا. والله تابعته بكل فخر طبعا قواتنا المسلحة، و كل فخر واعتزاز ان انا قاعد في بيتي وفيه حاسس ان في ناس بتحمينا وناس بتدافع عننا وناس بتقدر توصل لابعد مدى، لاي حد يأذي اي حد من مصر يقدروا يجيبوه ويقدروا يتعاملوا معاه. وحسيت باعتزاز وبفخر وانا قاعد بشوف المشهد امبارح بالليل والاثنين جايين في طياره حربيه وقواتنا المسلحه واعلامنا وكل الدنيا فرحانه بالسبق ده. اكيد القبض على الارهابي خطير زي هشام عشماوي، اكيد يعني ده جهد كبير للمخابرات المصريه اللي عودتنا دايما ان هي بتقف جنبنا، وهي هي الظهر بتاعنا، المخابرات المصريه هي الظهر بتاعنا ضد الارهاب. قيام السلطات الليبية بتسليم الإرهابيين عشماوي وأبو المعاطي إلى مصر عكس مدى التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين. أنا سعيد جدا بخبر القبض على هشام عشماوي، وسعيد بأن الحكومة الليبية تعاونت معانا وسلمتنا المصري الخسيس اللي كان عنصر بارز في القوات المسلحة المصرية للأسف، وهاجم بلاده ووطنه وكان بيقتل في شعبه. احنا طبعا عاوزين محاكمة سريعة عادلة نافذة القانون فور صدور الأحكام. دي خطوة كويسة جدا ان احنا مسكنا يعني ارهابيين زي دول. طبعا بنشكر طبعا قوات الجيش الليبي انها سلمت الارهابيين دول للجيش المصري، وان شاء الله يعني دي تكون بداية بتعاون بين ليبيا ومصر لتسليم جميع الارهابيين اللي قتلوا كتير من شبابنا من الجنود والضباط اللي هم ضحوا بحياتهم عشان البلد دي تقف على رجليها. القبض على الإرهابي هشام عشماوي ورفيقه بهاء علي داخل ليبيا وتسليمه لمصر رسالة لجميع قيادات الإرهابيين والتنظيمات التكفيرية بأن مصر لن تترك أبدا حق شهدائها الأبرار، وأن الإرهابيين الخونة سيلقون نفس مصير هشام عشماوي عاجلا أم آجلا. قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء إن عملية استعادة الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي تعد ضربة قاضية للإرهاب الإقليمي والدولي العابر للحدود الذي لا يعبأ بالتراب الوطني. وأوضح المرصد في بيان أصدره أن الجهود المصرية الرامية لتكثيف منابع الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج لتأمين العمق الاستراتيجي المصري الذي يبدأ من دول الجوار تكللت نجاح.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص حال محاولته تهريب نحو 290 ألف دولار أمريكي عبر منفذ السلوم البري، كما تمكنت الأجهزة من ضبط آخر حال محاولته تهريب 4 أجهزة لاسلكية ضمن مشمول رسالة مضمونها أمتعة شخصية قادمة من إحدى الدول العربية. استمرارا لجهود الإدارة العامة لأمن الموانئ في ضبط قضايا التهريب، نجحت إدارة شرطة منفذ السلوم البري في ضبط أحد الأشخاص حال محاولة تهريب قرابة 290 ألف دولار أمريكي عبر المنفذ إلى إحدى الدول العربية، إضافة إلى 800 دينار كويتي و95 كارت ائتمان بأسماء مختلفة صادرة من مصارف متعددة بذات الدولة العربية. كما نجحت إدارة شرطة ميناء سفاجة البحري في ضبط أجهزة لاسلكي حاول أحد الأشخاص تهريبها عبر الميناء لداخل البلاد. ضبطت أجهزة الأمن 9 متهمين بحوزتهم 182 طربة من مخدر الحشيش في حملة أمنية استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة أبو الغيط بالقليوبية. يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإدكار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة في ذلك المجال واستهداف أوكارهم. حملة أمنية مكبرة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة أبو الغيط تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية مسرحا لمزاولة هذا النشاط الإجرامي. عمليات التفتيش والمداهمات للأماكن المستهدفة التي تأوي هذه العناصر الإجرامية أسفرت عن ضبط 9 منهم وبحوزتهم 182 تربات لمخدر الحشيش وعدد من الطلقات النارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة تستخدم في الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية لتضييق الخناق على تجار وحائز المواد المخدرة حماية للشباب والنشأ من الوقوع فريسة للإدمان. لاقى نظام تذكرتي لتنظيم وبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل صدى واسعا لدى جماهير كرة القدم، وشهدت المنافذ إقبالا كثيفا من المشجعين لاستلام بطاقة المشجع وتذاكر المباريات في سهولة ويسر. منظومة رغم حداثتها وجدت صدى طيبا لدى عشاق الساحرة المستديرة عامة ومشجعي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خاصة تذكرتي. أنا فخور جدا 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 في سيستم عندنا زي ده، دي حاجة أنا بشوف إن هي بتنقلنا للعالمية في قصة التذاكر، لأن إحنا بشكل كبير أوي كنا بنعاني من موضوع التذاكر ده في مصر بالذات، الستورز مش موجودة بشكل كبير، في سوق سودة، لكن دلوقتي أنا ببقى قاعد في بيتي بحجز التذكرة بتاعتي، حقيقة حاجة محترمة جدا، وأنا يمكن سجلت من بيتي سهل جدا جدا وجيت دفعت الفلوس ودفعت الفوري وجيت استلمت تذكرتي والآي دي بسهولة جدا. صراحة حاجة محترمة جدا، إحنا أنا دخلت سجلت على السايت وعملت الفان آي دي، الموافقة جت تقريبا بعد يومين. مفيش اول ما جت، بس هي الفكره انه اتاخروا شويه في نظافه الاولاد، فهو ده اتاخروا خد تاخير شويه لحد ما كلمتهم في التليفون، بس مجرد ما كلمتهم اتحلت وبس على طول خدت التذكره على طول، سوري خدت الرقم وجيت طبعت على طول واستلمت التذاكر. امنيات بنجاح البطوله ودعوات طيبه لمصر تصحب هذه اللحظات التي يحصل فيها المشجع على بطاقته الفان اي دي من منافذ التذكره. دخلت على الويب سايت سجلت الفان اي دي الاول، بعد كده بعتوا رساله قال لي طلب خدمه تنفيذ، مستنيت 6 ساعات مثلا او حاجه وبعتوا لي الرقم المشجع بتاعي وكده، حجزت التذكره في 5 دقائق وجيت على طول استلمتها. الصراحه يعني الموضوع منظم على عكس اي تذاكر بجيبها لاي ماتش تاني. لا النظام جميل جدا صراحه، لما عرفت ان هو تسجيل على النت انا قلقت، بس انا لما سجلت الموضوع ما خدش يعني اكتر من دقيقه، والرساله الفان اي دي والباسورد جالي بعدها بيوم على طول. دخلت سجلت على التذكره الدنيا تمام خالص، وممكن الواحد يدفع على الفيزا ويجي الموافقه وقتها، ويعني الحمد لله
ما خدش يعني كله اكتر من حوالي يعني 10 دقائق، والمشوار يعني كله على بعضه ما يعني مش ما خدش وقت كتير يعني. فعلا انا استلمت اكتر من فان اي دي، يمكن استلمت انا ومراتي واولادي وقرايبنا كمان عدد كبير. الويب سايت ساعدنا جدا ان احنا نحجز العدد التذاكر الكبير ده. بصراحة الواحد فرحان جدا في ويب سايت بالشكل ده بالسيستم دوت. احنا دايما عشان نحجز تذاكر قبل كده لازم نوقف طوابير ونقعد من الصبح قاعدين مستنيين عشان نحجز تذكرة. المرة دي لا، كل حاجة اونلاين، الموضوع سهل جدا. سهولة في الإجراءات وأداء احترافي ومظهر جيد يليق بوجه مصر. أعلنت منصة واتش رقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة واتش إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه، منوهة بأنه سيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل دولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد العاهل الأردني خلال استقباله جاريت كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تقتضي حل الدولتين. أكد رئيس الأركان الجزائري أحمد قائد صالح أن البلاد في انتظار مخرج دستوري للأزمة. وأضاف صالح أن هناك أطرافا تعمل بمنطق العصابات وتعمل على تضليل الرأي العام، مشددا على ضرورة العودة في أقرب فرصة ممكنة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وفق الإرادة الشعبية للجزائريين. أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن الشمس الدين كباشي أن الاتصالات مع قوى إعلان الحرية والتغيير لم تنقطع. وقال المتحدث إن المسافة قريبة للتوصل لاتفاق، مشيرا إلى قيام لجنة سياسية بين الطرفين بتقريب وجهة النظر، مشددا على أنه لا تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الحرية والتغيير. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء عملية نوعية في محافظة ضالع وسط اليمن، وتستهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي. وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استمرار العمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي للأزمتين أو اللازمين لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها للاجئين. كذلك خلال لقاء الصفدي المفوض العام للوكالة بيير كريمبول، حيث تم الاتفاق على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع شركاء للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام.
دمر الجيش السوري أوكارا لإرهابي جبهة النصرة في بلدة كفر السجنة وقرية البهرة بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقهم لاتفاق منطقة خفض الصعيد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش نفذت ضربات مركزة طالت تحصينات ومحاور تحرك الإرهابيين ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين منهم. دعت روسيا وسوريا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية من سوريا. كما طالبت موسكو ودمشق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية ضد سوريا. أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق تسليمه 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي إلى أنقرة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس إن هؤلاء بينهم بالغون أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء. أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على 7 فرنسيين خلال 4 أيام بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابية. وجاء الحكم على الإرهابي الفرنسي بعد حكم مماثل أصدرته المحكمة ذاتها على تونسي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير الماضي. كان القضاء العراقي قد أصدر على مدى الأيام الثلاثة الماضية أحكام إعدام بحق 6 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى التنظيم ذاته. بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المستجدات في المنطقة والتنسيق المشترك بشأنها. وشدد الجانبان خلال اجتماعهما في أبو ظبي على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب. وكان بولتون أكد في وقت سابق أن السعودية والإمارات والولايات المتحدة متفقة بشأن مواجهة خطر امتلاك إيران لأسلحة نووية. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه من شبه المؤكد أن إيران تقف خلف الهجوم على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات. وأكد بولتون أن أنشطة إيران التخريبية قد تؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة، موضحا أن الإدارة الأمريكية تتشاور مع حلفائها في المنطقة وتحاول أن تتحلى بالمسؤولية في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج. ومع استمرار توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يستعرض لنا الزميل أحمد أبو زيد ميزان القوى العسكرية بين البلدين، نتابع. في ضوء التوتر الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يطرح البعض تساؤلا حول ماذا لو التجأ الطرفان أو أحدهما إلى تغليب الخيار العسكري حتى وإن كانت فرضية السؤال تبدو محدودة على الأقل في هذه المرحلة. ميزان القوى العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بحسب موقع جلوبال فاير باور الأمريكي المتخصص في شؤون التسليح والشؤون العسكرية يقول إن الجيش الأمريكي يحتل المرتبة الأولى عالميا كأقوى جيوش العالم من بين 137 جيشا مقارنة بالجيش الإيراني الذي يحتل المرتبة 14 عالميا. يجاوز تعداد الجيش الأمريكي أكثر من 2 مليون جندي بينهم 860,000 في قوات الاحتياط، هذا في مقابل 873,000 جندي في الجيش الإيراني من بينهم 350,000 في قوات الاحتياط. الحرس الثوري الإيراني يعد أحد أركان القوة العسكرية الإيرانية ويضم وفق تقارير عسكرية نحو 90,000 من الجنود، فيما يضم فيلق القدس نحو 18,000 جندي. تمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13,000 طائرة حربية
بينما يمتلك الجيش الإيراني أكثر من 500 طائرة حربية. لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 13,500 مطار عسكري، بينما لدى إيران أكثر من 300 مطار عسكري. يمتلك الجيش الأمريكي أكثر من 6,200 دبابة، في المقابل لدى إيران أكثر من 1,600 دبابة. يمتلك الجيش الأمريكي 39,000 مدرعة، أما إيران فلديها قرابة 2,000 مدرعة. لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 900 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 800 مدفع ميداني، في المقابل لدى إيران أكثر من 500 مدفع ذاتي الحركة ولها أكثر من 2,100 مدفع ميداني. تمتلك الولايات المتحدة وجيشها أكثر من 1,000 راجمة صواريخ، فيما يمتلك الجيش الإيراني في هذه الزاوية 1,900 راجمة صواريخ. الأسطول الأمريكي يتكون من 415 سفينة حربية، من بينها 24 حاملة طائرات، بينما الأسطول الإيراني 398 سفينة حربية وليس لديه أي حاملة طائرات. الأسطول الأمريكي لديه 68 غواصة، أما الإيراني فيمتلك 34 غواصة. الأسطول الأمريكي يضم 22 فرقاطة، فيما يضم الجيش الإيراني بأسطوله البحري 6 فرقاطات فقط. الأسطول الأمريكي لديه 68 مدمرة، أما الأسطول الإيراني فليس لديه مدمرات. تصل ميزانية التسليح الخاصة بالجيش الأمريكي في هذه الأثناء كأكبر ميزانية تسليح للجيش الأمريكي 716 مليار دولار، في المقابل تسليح الجيش الإيراني بميزانيته الأخيرة 6 مليارات و300 مليون دولار. وبحسب الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر الترسانات من السلاح النووي، في المقابل فإن طهران لديها مخزون من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك نقاط تقول إنها ستكون نقاط احتكاك مع إيران إذا ما ذهب الطرفان إلى الخيار العسكري. إيران هددت بدورها باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة. حددت ما يفوق 30 قاعدة في المنطقة كبنك للأهداف الإيرانية التي ستذهب إليها. الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها سترد على أي استهداف يمس قواتها أو مصالحها أو حلفائها. قد تكون المياه الخليجية بطبيعة الحال من بين إحدى مناطق الاحتكاك المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن البعض يرى أيضا أن هناك مواجهات غير مباشرة قد تكون مرشحة. سيكون ذلك بطبيعة الحال بواسطة قوات وميليشيات موالية لإيران في المنطقة. هل عملتم على إنهاء أو وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية؟ هل هناك تاريخ؟ لو كان لدي علم بهذا التاريخ لأبلغتكم عنه. فيما يتعلق بالمناقشات الروسية الأمريكية عن سوريا، هل بات الطرفان أكثر قربا للتوصل إلى طريقة معينة للتفاوض حول هذه المسألة الشائكة؟ دعوني أقول لكم أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة هو جزء أساسي لانطلاق هذه العملية ولإحرازها تقدما مهما، وانطباع الأول هو إيجابي، لكننا ما زلنا في المراحل الأولية. لا يجب علينا أن نرى كيف سوف تتمخض الأمور عن هذه المحادثات الثنائية بين الجانب الروسي والأمريكي في الفترة القادمة. شكرا جزيلا السيد بيدرسون. السؤال يتعلق بحالة الإجماع التي توصل إليها مجلس الأمن بشأن سوريا. كيف قمتم باختيار الأعضاء المعنيين باللجنة الدستورية؟ وكنا قد سمعنا أن الجانب السوري الحكومي قد عرض نوعا من المساعدة، بصورة واقعية كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
دعني أقول ما يلي: هناك فقط حل سياسي لهذه الأزمة. فقد استغرق الأمر ما ينوف عن 8 سنوات دون التوصل إلى حل سياسي حتى اللحظة. فهذا مجتمع منقسم للغاية ويعيش في حالة انعدام من الثقة بسبب الفرقة التي يعانيها، وهناك محاولات لإصلاح هذا الوضع، وهناك سيناريو الذي يميل لكونه لا يشهد حالة من الحرب ولا حالة من السلم في ذات الوقت. وهذه الأمور التي سوف نتطرق إليها في المستقبل وسوف نسعى لمعالجتها. عندما يتعلق الأمر بتمثيل الكرد، تمثيل العنصر الكردي في اللجنة الدستورية، فإن الأكراد سوف يشاركون على حالهم حال 50 عضوا الآخرين. بعد اجتماعات أستانا والترويكا الثلاثية حول اللجنة الدستورية، يبدو بأنكم لم تحرزوا تقدما. And they will participate as the other 150 members of the committee. Thank you, Maria. So after the meeting in Nur-Sultan, the Astana meeting, the schedule, the meeting with the Troika, the Astana Troika, Russia, Iran, Turkey, on the Constitutional Committee, is this meeting still expected to happen? Because it seems like it has been postponed. Sorry, I didn't understand the question. طبعا هذا الجانب مشاهدينا الكرام من المؤتمر الصحفي الخاص بالمبعوث الأممي الخاص لسوريا. وفي الختام هذه تذكرة بأبرز العناوين: الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا وينقل لحفتر دعم رئيس السيسي لجهود الجيش الليبي. المخابرات المصرية تتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي من الجيش الوطني الليبي. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء في أمان الله.